اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين فقرتنا النهارده مع فريق الشباب لكره السله اللي اخذ منطقه القاهره. هو وكل القطاع الحقيقه حصدوا بطولات المنطقه في انجاز كبير. حتى هذا الفريق فاز بالبطوله دي بعد 7 سنوات غياب عن النادي الاهلي. بنرحب في البدايه بمحمد سعد سعدوله، الحقيقه عمل مباريات كبيره جدا حتى يعني اسم الشهره بتاعه يعني علق مع جمهور النادي الاهلي. اهلا بك يا محمد. اهلا بحضرتك يا كوتش، منورنا والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. معانا محمد نبيل بخيت كابتن الفريق وابن النجم الكبير كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن نبيل بخيت. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا كوتش، منورنا ومنور قناه الاهلي. الله ينورك يا كوتش. محمد، يمكن البطوله دي بعد 7 سنين ما دخلتش النادي الاهلي، صح؟ لا. الجيل ده 20 سنه 20 سنه بقى له 7 سنين ما خدش بطوله المنطقه يعني. طب انت يعني رايك ايه اللي ميزكم انتوا عن ال7 سنين اللي فاتوا عشان تيجي البطوله؟ هو احنا يعني السيزون بدا يعني كنا واخدين خطوات صعبه شويه، كان في اصابات كتير وفي لعيبه كانت ناقصه وفي لعيبه سافرت، بس طبعا كابتن ماجد اشتغل علينا واشتغل باللي موجود، وطبعا بتعبنا الحمد لله. الظروف ربنا كرمكم في الاخر، ربنا كرمنا في الاخر بالبطوله. طب مين اللي كان مصاب يا محمد؟ كان عندنا كابتن، عندنا كريم ابو سريع جاله رباط صليبي، وعلي في نص السيزون لما رجع من بطوله افريقيا جاله برضو اصابه في ركبته. دول غابوا عن الفريق، دول غابوا عن الفريق، وان شاء الله هيرجعوا لنا في بطوله الجمهوريه. قدامهم شويه ورجعوا محمد ولا علي؟ الحمد لله رجع، ابو سريع لسه شويه، لسه شويه بس هيلحق بطوله الجمهوريه ان شاء الله. الجمهوريه تلعب امتى يا محمد؟ لا لسه الاتحاد ما حددش البطوله هتبدا امتى. نعم. طب خليني يعني اجي لك يا محمد، يمكن انت اديت ماتشات حلوه بصراحه، وحتى كان ابرز مباراه كانت تقريبا الجزيره ولا كانت الشمس، في مباراه انت حطيت فيها سكور كبير. الجزيره صح؟ انا فاكر، انا حتى اتفرجت على لقطات منها. في تحول كبير في مستواك وفي تحول كبير في ادائك، السر في ايه؟ السر في ايه يا محمد؟ والله يا كوتش، كان السيزون اللي فات كان عندي طموح ان انا مثلا بدا ابقى في الحته دي، بقى في الحته الاحسن منها. حقك. فانا السنه اللي فاتت كنت عامل الحمد لله يعني كان موسم كويس، السنه اللي بعدها عايز بقى اللي هو تترجم ده بقى، ابقى احسن من كده بكتير. الحمد لله يعني اتمرنت في الصيف. انت 2004 يا محمد صح؟ يعني لسه عندك كمان سنه ما شاء الله. طب بعد مبارياتك مع الفريق مستر اجوست استدعاك اتمرنت فوق ولا لسه؟ ده على طول بعد الفاينل نزلت تاني يوم على طول تمرين اتمرنت معاهم حبه. انت بتلعب مركز 4 يا محمد صح؟ 4 و3 اتمرنت معاهم كام تمرينه في الدرجه الاولى؟ انا كنا في فتره الاعداد في البري سيزون كنت انا بادئ معاهم. بعدها لما هم راحوا افريقيا كالمنتخب يعني رجعنا تاني في الفرقه. بعدها طلعنا تاني، بنطلع على طول يعني ساعات بنطلع وبنطلع. شاركت معايا ماتشات مع الدرجه الاولى ولا لسه؟ لعبت ماتش هيليوبلس في المرتبط. هناك ولا هنا؟ هناك في هيليوبلس. هناك ولعبت ماتش انا حضرت الماتش ده الشوط الاول والثاني، بس انت يمكن لعبت التالت او الرابع صح؟ لعبت الثالث والرابع. انا بقول لك انا ما كنت ما حضرتش عشان كده ما خدتش بالي، ما شفتكش. طيب لعبت هيليوبلس وايه تاني؟ والكهرباء كان في منطقه القاهره. كان في اول ماتش في السيزون خالص. كنا احنا عشان بري سيزون وكنا بنتمرن كتير، فهو كان عايز زي ريورد لينا يعني. صحيح. ان احنا نلعب الماتش ده. طب شايف نفس السؤال اللي سالته لزمايلك، ايه المهاره اللي انت شايفها في كره السله انت شايفها اساسيه واللي هي ممكن يعني احنا بنقول تاكلنا عيش زي ما بنقول باللغه الباسكت، يعني بتخليك تاكل عيش في الملعب وتبقى تبان بشكل جيد جدا، ايه المهاره اللي شايفها اساسيه جدا يا محمد؟ انا بالنسبه لي شايف ان الدريبلينج والشوتينج. يعني اللعيب لو مثلا ما بيعرفش يشوت صح، اي ديفندر هيبقى ساقط عليه، مش هتوصل مربع، مش هيعمل له اي حاجه اصلا، وهدافع عليك 5 لعيبه مش واحد بقى. بالظبط. لو ما كانش عندك التصويب من بعيد هتبقى عندك ازمه. صح، برافو عليك. طب نفس الكلام برضو يا محمد، انت شايف كده؟ شايف التصويب مهم ولا شايف ايه اهم مهاره؟ انا يعني بميل اكتر للبنتريشن، عشان بحس ان يعني اللعيب اللي هو لو قافله معاه في الشوتينج خلاص هو كده ماله، يعني ملوش لازمه في الاوفنس، بيبقى قافله معاه جدا. بس طبعا انت لو بنتريت نسبتك بتعلى اكتر، لازم ان انت تجيب باسكت وتفتح بقى شوتينج لزمايلك، بيبقى اسهل يعني ان انت تلعب زمايلك وتلعب انت لو بنتريت اكتر. تعرف ان بابا كان كده برضو، كان ريباوندر وكان بلوكر كمان. شفت ماتشات بابا يعني؟ ما تهالي زمان ما كنتش شفت ماتشات. شفت شويه. ما شاء الله عليه، ما شاء الله. انت عارف ان بابا كان بينط وكان يعني ما شاء الله لعيب ديفندر ولعيب حتى في الهجوم، كان نفس فكرك بيوصل المربع. طب قول لي يعني مين مسك الاعلى، مين اللعيب اللي انت بتقول انا عايز اكون زيه يا محمد؟ يعني من هنا ولا الاثنين هنا وبره؟ من هنا بميل اكتر لعمي اللي كابتن خالد بخيت. كابتن خالد طبعا، كابتن خالد بخيت طبعا اسطوره وحدوته كبيره.
ولعب بطوله افريقيا اللي اتلعب فيها كاس عالم في اسكندريه اللي هي كانت الكره الشهيره بتاعت مدحت ورده صح؟ كان في الملعب كان في الملعب في الكره دي. بتميل قوي لكابتن خالد لعب كابتن خالد؟ بحب لعب كابتن خالد. طب بره؟ بره يعني بميل اكتر للعب بول جورج. بول جورج بس ده كان جاله اصابه من فتره جامده. جاله اصابه في رجله ورجع منها بس ما شاء الله عليه يعني مستواه عالي جدا حتى بعد الاصابه.